أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الفترة الجديدة من استوديو الآن. هجم المحامي إسلام عباس في فيديو له بعض الأشخاص المتواجدون في أمريكا لمهاجمتهم للإعلام المصري والقيادة السياسية وعدم تجرؤهم على مهاجمة القيادة الأمريكية بنفس التطاول والوقاحة الموجهة إلى مصر. المزيد نتابع في هذا الفيديو. باسم يوسف وائل غنيم آي حجازي، تحس أن ظهورهم مشترك وظهورهم مترتب؟ تحس ان تفاهتهم وصلت لمرحلة ان هم بيشتموا ويجروا علشان بعد ما يتهزقوا وتتمسح بكرامتهم الارض يقول لك اصلي ما قصدتش، اصلي اقول انا اسف للرئيس، اصلي بقول انا اسف للامن زي ما وائل غنيم عمل. هي بلاعة وبتطفح، بيطلع منها كل المجاري والطفح ويرموه على بلدنا ويطلعوا يجروا زي الفيران. هل مثلا يقدر وائل غنيم يقول ترامب او يكتب ده وهو عايش عنده هناك؟ هل يقدر الاراجوز انه يكتب ترامب او يكتبوا في تويتر او على تويتر او يكتبوا على الفيسبوك بطريقه قذره وفيها شتيمه؟ ما يقدروش. افكركم، كان في مدرسه، المدرسه دي كانت راكبه عجلتها وكان موكب ترامب معدي وراحت رافعه فينجر. المهم الصور جابتها، جابوها، اتحقق معاها، اتفصلت من المدرسه. الحكايه مش اكتر من حكايه ناس عندها مرض بسبب انها اتضربت بالجزمه من شعب مصر واتغسل بيهم بلاط السوشيال ميديا، فبيلعبوا على فكرة جذب الانتباه عن طريق ألفاظ قذرة. بالنسبة بقى لتسليم المجرمين، أولا دول مش جواسيس، مفيش حالة حرب ما بيننا وما بين الأردن، دول ناس جاية تثير فوضى. مش عايز أدخل في شرح الفرق ما بين كيان إثاري وكيان إرهابي. المهم إن المتهمين في القضية دي كانوا متهمين بإثارة الناس علشان الناس تقوم بفوضى، بخلاف كمان إن النيابة العامة طلعت بيان بأن قرار الترحيل بناء على اتفاقية موقعة ما بين الجانب المصري والأردني خاص بتسليم المتهمين في حالة اكتشاف جرائم. وبعدين احنا نسيب إدارة الدولة ومخابراتها للأراجوز عشان هو اللي بيجيب دولافها. وبعدين تفتكر يا باسم، على رأي الست اللي كانت قايلة لك، الإخوانجي اللي تركيا سلمته لمصر في قضية اختيار النائب العام وكانت تركيا في أشد العداء مع مصر وقتها، تفتكر تعمل إزاي كده يا ناصح في الوقت ده وتسلم راس واحد مهم زي ده الا باتفاقات مخابراتيه؟ تفتكر عشماوي ليبيا سلمته لمصر ازاي؟ ولا تسليمه لمصر دليل على انه مش متهم في ليبيا؟ ان المشكله بقى والحقيقه اللي بتحصل ان امثال الجهله دول لما بيقولوا كلام بيقولوا بقله ادب وفراغ علشان يكون مخلوط بقله الادب وعن جهل. لاحظ كمان ان الجاهل اللي بيكتب كلام زي ده ما بيراعيش ابدا ان عنده متابع ست ولا بنت، وبيعتمد على تشتيت المتلقي في قلة الأدب أكتر من توصيل معلومة خاطئة علشان الناس تركز في الشتيمة أكتر وما تبحث في المعلومة. على آخر الزمن جهلة ومغيبين وقابضين وشوية ناس من أحقر الناس تطعن في إجراءات سيادية ورسمية لدولة بحجم مصر. القصة كلها أن حنفية التمويلات اتفتحت اليومين اللي فاتوا شوية، وكل واحد منهم عايز يحط بقه تحت الحنفية يشرب منها شوية. بصوا يا جماعة، بقى مقفوش قوي ظهوركم، وبقينا احنا عارفين هدفكم وبقينا متأكدين من نيتكم السودة، بقى مقفوش قوي رهانكم الخسران على مصر. احنا اللعبة فهمناها ومش هتتلعب علينا تاني. لو كان عندهم معلومة حقيقية او نقد سليم او كلام سليم ما كانوش ابدا يستخدموا اسلوب الجهلة والسوقيين في الالفاظ والشتيمة وقلة الادب. لو كان عندهم نقد محترم عن مصر او اي حدث حصل فيها ما كانوش وصلوه للناس بالسفالة وقلة الادب. الناس دي اصبح منهجهم مشابه للاخوان. الاخوان قالوا هينحكموكم هينقتلوكم، انما الخرنجات دول بيقولوا لنا يا تصدقونا في كذبنا يا نشتمكم ونشوهكم. انا مش بدافع عن عمرو اديب او خالد صلاح، بس ما ننساش يعني ان خالد صلاح من اوائل الناس اللي اتكلم عن سرقه باسم يوسف للمقالات اللي بعدين ثبت صحتها، يمكن عشان كده محروق منه على طول يشتمه في البوستس بتاعته. انا مش بدافع عن حد ومش عايز ادافع عن حد، انا بدافع عن شكل موجود، ناس بتدافع عن الدولة وفي ناس تانية بتهاجمها. يا رب ما اكونش طولت عليكم، يا رب اكون وصلت لكم الفكرة بتاعتي بطريقة بسيطة، ويكون رديت على الناس اللي بعتت لي تسألني تقول لي رأيك ايه في اللي بيحصل من باسم يوسف. شكرا جزيلا لكم. سخرت سيدة مصرية خلال مداخلة لها على قناة مكملين الإرهابية من الإخوان المتواجدين في تركيا ومن تأثيرهم على الشارع المصري. نتابع. يا منور. الو، ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا يا منور. الطعميه في اسكندريه اسمها فلافل صح؟
اه فلافل هو ربع جنيه يجيب حاجة يا أستاذ أحمد، ما يجيبش أي حاجة خالص ولا يجيب لبانة، بس هو يجيب حاجة واحدة، أنت عارف يجيب إيه؟ ما يجيبش أي حاجة، يعني ما اقفش حتى اشم بيه كده عند بتاع الطعميه اقول له خد ربع جنيه وناخد شمه مثلا ولا ايه؟ هو يجيب شويه برسيم ليكوا في تركيا تاكلوهم على الغدا. البرسيم حضرتك ممكن تاكليه بقى في الطعميه اللي مش هتعرفي تعمليها بالفول عشان القرص بنص جنيه، ده ممكن. البرسيم ممكن حضرتك بقى تفتحي احمد موسى وتقعدي تتفرجي عليه وتدي برسيم يا ام اسمها ايه يا منور، ادي برسيم بقى، ادي للصبح برسيم. قال بلال أردوغان نجل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن الحياة في إيطاليا أصبحت لا تطاق بالنسبة له بسبب رجل الأعمال التركي هاكان أوزان، والذي قدم شكوى جنائية ضده بسبب غسل الأموال في عام 2016، ردا على سؤال حول سبب فشله في إنهاء الدكتوراه في جامعة بولونيا. ذكر بلال أردوغان بشكل غير متوقع اسم أوزان لأول مرة، واعترف بشكل غير مباشر أنه لا يستطيع البقاء في إيطاليا، وقد أدى التحقيق بسبب تلك الشكوى إلى قيام أردوغان بإدانة إيطاليا، حتى أن أردوغان قال إن ابنه سيعتقل إذا عاد إلى هناك. يذكر أن القضاء الإيطالي اتهم بلال أردوغان بانتهاك القوانين المالية عن طريق جلب مبالغ نقدية كبيرة معه لغسلها في إيطاليا، وكان بلال أحد المشتبه بهم الرئيسيين في أكبر قضية فساد في تركيا عام 2013 والتي تورطت عائلة أردوغان فيها، وتم فيما بعد فصل المدعين وضباط الشرطة الذين كانوا مسؤولين عن التحقيقات وسجنهم. وقد سمع كل من بلال أردوغان وطيب أردوغان في محادثات هاتفية مسربة كيفية نقل مبالغ نقدية كبيرة من منزلهم. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من روما الأستاذ محمد يوسف الكاتب الصحفي. أستاذ محمد أهلا بك معنا، الكثير من التفاصيل التي تخص بلال أردوغان نجل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في الداخل الإيطالي، قضايا تتعلق بالفساد، قضايا تتعلق بغسل الأموال، وأيضا تحقيقات وصعوبة في عودته مرة أخرى. بالفعل برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. القضية بتمتد أو بترجع إلى عام 2013 عندما قام رجل الأعمال التركي المعارض والذي تم ظلمه من أردوغان ومجموعته الحاكمة في تركيا، رجل أعمال اسمه مراد هاكان هوزان، رجل أعمال يعيش في فرنسا وله أعمال في إيطاليا أيضا. عارفين ان بلال ابن رجب اردوغان بيدرس في جامعة جون هوبكنز لتحضير الدكتوراه، واحضر معاه من تركيا انذاك 2 مليون يورو، 2 مليون يورو، وتم توثيق القضية. ورجب طيب اردوغان كان اثناء هذه الفترة رئيس وزراء، واتهم ايطاليا بانها بتحارب الاسلام. يعني انا مش عارف ايه علاقه الاسلام بغسيل الاموال في هذا الوقت، واثار طبعا موجه من الاستهزاء من بعض الصحفيين الايطاليين. وكيل النائب العام في بولونيا مانويلا كافالو تتابع القضيه منذ هذا الحين، وتم عمل بلاغ رسمي من رجل الأعمال مراد هاكان هوزان ضد بلال أردوغان، وقدم وثائق تدينه في قضية غسيل أموال وصلت له بطريقة غير شرعية من رجب طيب أردوغان وهو رئيس الوزراء. تم عمل نفس الأسلوب سنة 2016، وتم تقديم بلاغ آخر ومتابعة للقضية في مدينة بولونيا الإيطالية في شمال إيطاليا، ليتم متابعة بلال أردوغان في قضية غسيل الأموال. في هذه الأثناء قام البعض بكتابة على سور الجامعة وعلى مبنى أردوغان إرهابي، فطبعا عشان يبادل أردوغان القضاء الإيطالي أو الرأي العام الإيطالي أو يعمل معاه عملية مراوغة، قام برفع قضية اسمها قضية ديفاماتسوني
اللي هم بيقولوا عليها عندنا في مصر اللي هو تشهير، قضية تشهير. طبعا وكيله هو المحامي الشهير في بولونيا جوفاني ترومبوني، ده محامي إيطالي، قام بالمراوغة بعمل قضية تشهير ضد الجامعة وضد إيطاليا، إن اتكتب على بعض الحوائط أردوغان إرهابي في إيطاليا بيكتبوا ضد رئيس الوزراء الإيطالي اللي هم عاوزينه. نعم. رجب طيب أردوغان عايز يطبق الدكتاتورية اللي عنده في إيطاليا ولا يخضع للقضاء الإيطالي ولا يحترم مؤسسات القضاء الإيطالي، بالتالي لازم يعرف إن إيطاليا دولة ديمقراطية بتراعي جميع الأصوات وبتحافظ على جميع الأصوات المؤيدة والمعارضة بنفس القدر، ولا يتم متابعتها كما يقوم أردوغان بعمل هذا الأسلوب مع رجل الأعمال الذي أكل أمواله ويطارده اللي هو رجل أعمال المعارض له مراد هكان هوزان. بعد الاتهامات التي يعني اتهم بها بلال أردوغان بانتهاك القوانين المالية وبعد الشكاوى التي قدمت ضده، هل الموقف القضائي لديه الآن صعب؟ يعني هناك تصريحات باحتمالية اعتقاله، إلى أي مدى هذا صحيح؟ هو بالتالي هو بيقوم بتقديم الحجج، لأن القضاء الإيطالي المفروض على مشارف إنهاء القضية وأن هو هياخد حكم فيها، فبالتالي عمال بيخرج بحجج ان ايطاليا لا تطاق. عايز اعرف ايطاليا لا تطاق في ايه بالظبط عشان نقدر نحدد. ايطاليا لا تنتهك حقوق الانسان، ايطاليا لا تطارد الناس، ايطاليا بتحافظ على جميع المواطنين الاجانب والايطاليين بنفس الحقوق ونفس الواجبات على الجميع، فبالتالي ما فيش حاجه اسمها تفريع عنصريه في ايطاليا او اللي هم مستقصدينه عشان هو مسلم وهم مسيحيين مثلا، يعني زي ما هو طالع بيقول بالاسلوب ده، كلنا مسلمين ومسيحيين ويهود وجميع الملل نعيش في ايطاليا بنمارس نفس الحقوق الديمقراطيه وبنؤدي واجباتنا على حد سواء مع المواطنين الايطاليين، لان ايطاليا هي دوله مؤسسات لا تقوم على اي اساس طائفي او أساس أو توجهات سياسية معينة. شكرا لك أستاذ محمد يوسف الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من روما. حذر رئيس كتلة الشعب الجمهوري رئيس تركيا أردوغان بأنه سيخسر الانتخابات مهما فعل، وتأتي هذه التصريحات على خلفية محاولات أردوغان بتعديل الدستور للمرة الثانية لتقليل نسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية ل40+1 بدلا من 50+1 لكي يضمن فوزه في الانتخابات الرئاسية. نتابع. Ha dünden beri iktidar partisinde şu var, teklif getirin bu yüce çatı görüşsün. 50+1 olmadı, beyefendiler atlayamıyor uzun atlamayı, çıtayı indirin 40'a. Kardeşim 40 versek yarın 30 da sizi kurtarmaz, yolcudur rappas bağlasan durmaz. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من بروكسل الأستاذ حسين عمر الكاتب الصحفي. أستاذ حسين أهلا بك معنا على إكسترا نيوز من القاهرة. والانتخابات القادمة وتعديل مرة أخرى أو محاولات لتعديل مرة أخرى الدستور التركي ليكون هناك مكان لأردوغان في المرحلة القادمة، كيف تقرأ المشهد الآن؟ يعني الحقيقة يعني منذ 2002 وحتى الآن يقوم أردوغان بتغيير أو بإجراء تغييرات دستورية حسب مقتضيات المرحلة التي هو فيها. في البداية بدأ من خلال تقليص دور المؤسسات من الجيش والإدارات المدنية، بالأخير الوزارات، ومن ثم جاء يعني 2016 بعد الانقلاب المفبرك الذي قام هو بنفسه بإدارة ذلك الانقلاب بتغيير النظام إلى نظام رئاسي. هذا التغيير كان جذريا في تركيا، والآن يحاول بعد أن تأكد بأن النظام الرئاسي لا يلائم تركيا أو الشعب التركي لن يرضى بعد الآن أن يكون أردوغان رئيسا له، يحاول
أن يغير الدستور مرة أخرى يعني يخيطه على قياسه، وقياسه هو أقل من 40% أو أقل من 50% بالأحرى. لذلك سيحاول في الفترة المقبلة القيام بإجراء على ذلك الشكل، بإجراء دستوري أو تغيير دستوري ليستطيع كسب مرحلة أخرى أو ليستطيع الفوز بمرحلة أخرى بالانتخابات التي ستجري في السنوات القادمة. تحديدا أستاذ حسين، بعد الانتخابات البلدية الأخيرة وبعد جولة الإعادة وفوز المرشح عن الحزب المعارض تحديدا في اسطنبول، الكثير من التقارير ذكرت أنها بداية نهاية أو بدء في مرحلة جديدة في المشهد السياسي التركي، إلى أي مدى هذا صحيح؟ وربما سنراقبه في الفترة القريبة القادمة تحديدا مع بدء تصريحات بوجود إرادة لتغيير مرة أخرى في الدستور. نعم، بعد زلزال اسطنبول، يمكن تسميته زلزال اسطنبول عندما فاز أكرم أوغلو بالانتخابات، بالرغم من الأساليب القذرة التي مارستها السلطة التركية من خلال دفع الناس لعدم تصويت لأكرم أوغلو، وكذلك تخويف الناس حتى ترغيب الناس، يعني أعطاهم أموال وما شابه، لكن حصل أكرم أوغلو على نسبة عالية جدا، أكثر بكثير من المرة الأولى. لذلك يمكن تسمية هذا بزلزال اسطنبول الذي هدى أركان نظام أردوغان باعتقادي. يعني حتى الآن منذ انتخابات اسطنبول الأخيرة وحتى الآن هناك أكثر من مليون عضو في حزب أردوغان قدموا استقالاتهم وتركوا أردوغان. لذلك هذا المليون لن يصوت لأردوغان في المرحلة المقبلة كما تعلمون. لهذا سيحاول أردوغان بكل الوسائل. هناك موضوع مهم جدا، وهو أن أردوغان يقوم داخليا، هو مأزوم في الداخل، لذلك يحاول أن يصدر أزماته إلى الخارج. لذلك تراه يصعد الموقف مع اليونان وقبرص وكذلك مع سوريا، وخلال تهديدات باجتياح الشمال السوري كل يوم، لكي يقوم بذلك بالضغط على المعارضة بالداخل، وكذلك بفتح مجال له لكي يستطيع الامساك بمقاليد الأمور أكثر بسبب وجود حروب داخلية وخارجية كما سيدعي. ولكن في كل الأحوال أستاذ حسين، الشارع التركي ملتهب بشكل كبير ويعاني بشكل كبير، الأوضاع الاقتصادية أصبحت تسوء. إلى أي مدى الأوراق أو الكروت أو الأوضاع الخارجية لتركيا وما يتوارد به أردوغان في سوريا ومع قبرص وغيرها من الملفات العالقة يمكن أن تؤثر أكثر على الشارع أو على داخل التركية الآن؟ يعني هناك حقيقة يجب أن ندركها. العالم تتعامل مع تركيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، لذلك لا تتعامل مع أردوغان، وهذا هو الخطأ الذي ترتكبه أوروبا وأمريكا بالدرجة الأولى. هم ينظرون على أردوغان أنه مؤقت، لكن تركيا هي دائمة، لكن يعني كمؤسسات، لكن أردوغان أنهى المؤسسات، لن يعني الآن كل المؤسسات هي بيد أردوغان، لا توجد مؤسسة مستقلة عن أردوغان. لهذا أعتقد بأن تركيا حتى لو هناك بعض النفور أو من الداخل الأوروبي نحو تركيا، فإن هذا لن يؤدي إلى تقليص نفوذ أردوغان، بالرغم كما قلت هناك تأجيج داخلي، هناك نفور داخلي من السلطات التركية، وهناك زيادة في الوضع الاقتصادي السيء يزداد كل يوم. لكن بالرغم من ذلك، اليد الحديدية التي يتحكم بها الآن أردوغان السلطات جميعها، وكذلك فرضه حالة الطوارئ على أغلبية المناطق في تركيا، هذا ما يؤدي إلى شلل في القيام بأي، كما تعلمون قبل مدة مثلا استولى على البلديات التي تم انتخاب رؤسائها بطرق ديمقراطية استولى عليها، لكن يعني فرض سلطة أمر واقع. بالرغم من ذلك لم تتحرك حتى المعارضة التركية، يعني التي الآن تتحدث عن الدستور. لو توحدت المعارضة التركية باعتقادي، لو
توحدت هذه المعارضة كما توحدوا في انتخابات اسطنبول، لفازت هذه المعارضة على أردوغان بكل سهولة، لكن مع الأسف المعارضة التركية أيضا مشتتة في هذه المرحلة بعض في الشيء. في النقطة المتعلقة بتعامل الغرب أو أوروبا مع تركيا ونقطة المؤسسات وأنها أصبحت كلها تابعة بشكل أو بآخر بشكل مباشر برئيس تركيا رجب طيب أردوغان، هل مع تغيير رئيس تركيا الحالي تقع أو تسقط هذه المؤسسات؟ أعتقد بأن هذه المؤسسات ستحاول تجديد نفسها بعد سقوط أردوغان. تركيا لديها تجربة أكثر من 70-80 سنة في إدارة الحكم، لهذا المؤسسات حتى لو انتهت حاليا دورها، لكن بعد سقوط الدستور سيحمي أو دستور ستحمي هذه المؤسسات، وستعود هذه المؤسسات لممارسة دورها بشكل ما، ليس كما كان قبل أردوغان ولكن أفضل من أيام أردوغان بكثير باعتقادي. شكرا لك من بروكسل أستاذ حسين عمر الكاتب الصحفي. فصل قصير مشاهدينا الكرام، نعود من بعد لمواصلة ما تبقى لدينا من ملفات في هذه الفترة من استوديو الآن.